نعيم عسلمة مع سلوى بن نعمان بسيس على EFM أحلى راديو. على سلامتكم الساعة الثانية على 11:06 دقائق نرجعوا فيها مع شيل ونرجعوا فيها كالعادة مع فاطومة. شيل من 1922 مصيفين معكم. صباح النور فاطومة، على السلامة. إن شاء الله ديما تضحك هكا. عايز نهارك زين، نهارك زين. إن شاء الله نهاركم زين. الله يسهل فيك مستمعينا على امين يا ربي، ويشوفوا فينا برشا ويسمعوا فينا برشا. فاطومه هيا وينك، هيا وينك. انا كالعاده في ستيشن شيل تخصصي في السورتي سور كالعاده، ديما بيان نرقصوا معانا جانيون كالعاده. شيك يدي في ايدك الشغل واضحه، يلا انا مع بعض. يلا نسيب برشا على جانيون. تفضل. صباح النور، صباح الخير، صحة صوركم. تحبوا تشاركوا معنا في لعبة شيل؟ اوكي يلا مين مالا سي بون خينا غانيون ما سالوا. اكيد ما يروح كل بالجائزة. اكيد انا لازم نربح كل جمعة نربح. يلا تفضل معايا فاطمة الكتابية. صباح النور. روحك. صباح الخير عسلامة. صباح الخيرات. عايشك مرحبا. شكون معايا؟ شكون؟ أيوب فارس من نابل. خويا أيوب مرحبا بيك، شحال نهارك زين. يا أيوب مروح لنابل ولا جاي من نابل ولا وين ماشي؟ والله مروح لنابل. الطريق السلامة، سلموا لي على العائلة برشا وإن شاء الله تروح لهم جايزة. يعيش فاطومة، ما تنجم كان تهدي الجوائز، وجهها مشرح وكله فرحة. لا لا يعطيها الصحة، وجهها مبروك. أكيد إن شاء الله. هاي تجاوبني على السؤال هذايا أخوي العزيز، توا قديش من عام شيل مصيفة معانا؟ شيل في تونس؟ طبعا. 2022 توا صافي في 100 سنة هكا ولا أنا أوفيت ريتك ريتها في انتربيتيتي هكا هي من 1922. ايوا عملت عمليه حسابيه لقيت الجواب. وي انا ما عندي ما نقول لك جوست فيليسيتاسيون. الف مبروك. ميرسي يا عائشه. هي الكادو نتاعك قيمه مليون مع انت ايمو اكثر منه. تعرف ربحت انت ربحت ويكاند دون فالور دو 1000 دينار. انت باش تعدي ويكاند بقيمه 1000 دينار، وان شاء الله بالصحه وان شاء الله ديما رابحين. سيسوا على رواحكم ويفضل لك هكا العائله المزيانه. يعطيك الصحه يا عايش. يا سلوى صباح ليا او تستغلون معانا زيدا. عسلامة. صباح الخير. ربي يحفظهم ان شاء الله ويحميهم. يعيشك يعيشك عليك. نهارك طيب. بونجور ليك فاطومة. نتلاقاو الجمعة الجاية مع جايزة واحدة اخرى. اكيد. علي سيس روحك وانت مروحة المقر. EFM شكرا. يعيشك. شيل من 1922 مصيفين معكم. نرجعوا لكم 11:09 دقائق بعد الربح من الاخبار اللي قاعده تدور، ونزيدوا ندخلوا اكثر عليه. البوليميك عملها الفنان المسرحي لطفي العبدلي اخر مره، حكايات حتى هو يهدد بمغادرة البلاد، لكن لهنا مش يحكي على فلوس. عرض عنده ممتلكات عرضها للبيع، قال اللي هو فما تهديد بالقتل، وواضحة يحكي على مافيات مقننة يقصد بها النقابات الأمنية وكيفاش هو متعرض. وانا سمعت الفيديو خايف وماشي. اولا مش عطينا موقفك من اللي صار هذا، وخاصة السبب اللي ماشي عليه لطفي العبدلي واللي قال حسب رأيه هو ما نعرفش يتراجع ولا، لكن إلى حدود آخر ما سمعت أنه باش يغادر تونس. وهذا هو غادر، لا معناتها باش يستقر، معناتها غادر نهائيا. جو فيديو هو مشى نعرف في فرنسا. أولا بالذات احنا في تونس ممكن للأسف الشديد ما نلومش شوية على الشعب، معناها على العباد، ولكن نلوم شوية على الصحفيين.
لانه شيء ذا انا تعرضت له منذ سنوات مسرحيه زمجري في سبيتلا ونقدت في المسرحيه بطريقه هزليه بطبيعه وسكتش والمومون كان فيه مقارنه بين البوليس التونسي والبوليس الفرنساوي ونحكي لهنا على الرشوه ووقف العرض وصار ما صار والامن انسحب من العرض ودخلوا لي ميليشيات ووقفوا العرض وحبوا يعتديوا عليا وخرجني الحرس. ستيون كيختيف انا يا ستون اكزاكتومون وخرجني الحرس وصلني البر الامان حتى لين روحت. ومن بعد كلموني نقابات امنيه ومشيت تقابلت انا وياهم وحكيت معاهم. ومن بعد مشيت نبحث في طريق العوينه الساكنه هذيك نتاع طريق العوينه. ومن بعد حكموا علي 3 أشهر حبس غيابي ومشيت بيسير استنفت وربحت القضية بعدم سماع الدعوة. ولكن الشيء ذاك عشته أنا دونك إذا كان فما واحد ينجم يحكي عليه هو أنا لأنه عشته من داخل ومن برا. ولا كونتراديكسيون وإلا متاع الأمور أنه وقت اللي صار علي شبه الاعتداء من بعض الأمنيين نقولوا ديما بعض ووقفوا لي العرض يعني سيدو سويت جمعتها نمشي بحذا بابا نلقى استدعاء من مركز منطقة منزل 5 نمشي يقولوا لي راه نحبوا نعملوا لك حماية على خاطر أنت مهدد بالقتل وجاتنا معلومات أنك أنت مهدد بالقتل. شكون ما قالونيش قالوني المناف فما شكون زدمنا عليه وشنو نقاوم الاسماء. انت ما نساوش راه نحكي لك على 7 سنين التالي معنا في خاطر فتره حساسه خاطر في فتره معينه برشا وجوه اعلاميه وفنيه كانت تتمتع بالحمايه امنيه لحمايتها لحمايتها لا المشكل معناها الواحد سيك فرد سي لا بروميير سيمين معناها لا ميم سيمين نفس الجمعه صارت لي هذيك نمشي للمنزل 5 يقولوا لي شيء هذاك. قلت لهم لا ما نحبش. قالوا لي لا مش نعملوا. قلت لهم انا ما نحبش حمايه شخصيه بجي با اونفي. ولكن بسيكولوجيكمون تتمسر. انا توا باش نبعد على الجانب الفني والاختيارات الفنيه باش نحكي على لطفي العبدلي الانسان اللي انا مسانده في الشيء هذا. اي هذاك علاش قلت لك هكا توا كل حاجه في بلاصتها. راني مانيش نبحث راهو باش نعاود باش نعرف. لا 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 صحيح لا نعرف وانا هكا علاش جيت خاطر نعرف اللي انت ماكش من النوع اللي زعما باش تعاونوا نعاركوا ونسبوا بعضنا. صحيح مانيش ناقصين راهو مانيش ناقصين. خلينا نتكلم ونعطيو راينا. مثالش مسرحيه باهيه خايبه مكاروش موضوع اخر هذاك هذاك حاجه اخرى. صحيح. وكل واحد ورايه وكل واحد ومواقفه. اما بالحق معناتها رغم اللي صار ما بيناتكم وصارت والعباد تبعت واش انتشرت وبارتاج توا مازال يبربشوا فيا تولي جوغ راهو واللي شفناه ورد. خليني من موقفي انا وقتها زي انا واحده من الناس جيتي كونتر اي بيان سور احنا بيدنا نتصور في وسط وكونتر ما انا انت كام ما حبيتش شعلنا مشيت على روحها. لكن احنا في مرحله اخرى جديده اجي نقول لك الرجل باش يسافر هو باش يستقر لبرا وعنده صغار وخايف يعني حسب رايك هذايا خوف مبالغ فيه. فما شكون يقول لك لا فما شكون يقول لك راهو يعمل في البوز باش يمشي وباش يلقى حظوه لبرا. ما انا سمعت برشا افكار ما عنديش الحقيقه ما نحبش نشوف اختيار مني. واذا كان فما واحد يعرف لطفي العبدلي هو دليل النهدي خاطر باللغه الانجليزيه I know him from the scratch. معناها باللغه الانجليزيه نعرفه من قبل ما يبدا مش يبدا. معناها انسانيا نعرف الانسان كيفاش معمول. جو كوني يا دي شوز كو جو غارد بور موا جو ني با انفي حق. مي انا اوجوردي فيكو عشتها راهو كي قالوا لي باش نحطوا لك حمايه راني بعثت ولادي لفرنسا. انا شخصيا بعثت ولادي لفرنسا وليت نقوم الصباح الكرهبتي والله وراس امي هاي مريضه نغزل الكرهبه من اللوطاش فيها نطلع في الاسانسور ونبدا نثبت نطلع للايتاج نتاع داري ونبدا نثبت. راه بسيكولوجيكمون تتمس. بعد هو يعمل في البوز ولا ما يعملش جو مون فو سي با. اما لو فيت انك تو سون اون مناس سورتو بور تا فامي راه سو ني با دو لا ريغولات. راهو حتى انت لو كان تلعب بها ولا تحب تستغلها راهو ماهيش تفدلكه وماهيش لعبه. انا نتذكر وقتها بسيكولوجيكمون تمسيت بالكدا معناها وليت خايف بالحق. من بعد مرور قال الراجل تعديت الحكايه. دونك سيغ سو فولي ما نجم كان نقول لطفي العبدلي ربي معاك نساندك
prends soin de ta famille, c'est la chose la plus importante. وربي يحمي الناس كلها. ما توش نرجع لك الجانب الفني تو هذاك الجانب الفني. شفت العمل نتاع لطفي؟ انا الاخراني ما شفتوش, اما نتصور بعض اللقطات تجيني من تخرج لي على الكو ويبعثهم لي ناس. معناها فما الناس اللي تبعث لي بنيه طيبه, وفما الناس تبعث لي بنيه غير طيب. أي يعني عموما شنو رايك في اعماله؟ هو عامل يعني عاملها البوز, ما عرفش من لا نقول لا باد بوز لا هذاك ولا شيء زوم يتعمل. ما اما لطفي عبي لطفي معناها المسرح واقفين يبدا ونشوفه, واحنا ماذا بينا كل الفنانين يعبيوا راهو. ماذا بينا الناس تمشي للمسرح وبعد ما تتفرج تعطي رايك, واش خاصك نوصلوا لمرحله نعطيو راينا في عمل مسرحي؟ معناها ما نعطي رايي بكل صراحه لاول مره. والله بكل صراحه, فما شكون يقول لك راهو هذاك ما حرية التعبير. هما شكون يقول لك يا خويا حرية التعبير بالفاظ هذه؟ انا سمح انا باش نعطي رايي اليوم. اول انسان اقترح عليه لطفي العبدلي باش يخرج العمل نتاعو هو محمد علي النهدي. في اي الاشهر الاخيره للمسرحيه السردوك الريشو جاني لطفي العبدلي في بروكلين, تقابلنا بالبلاصه كنا نقعدوا فيها برشا, كان يسمعني وتو يبعث والو الاخوان. قال الراجل اقترح عليا باش نخرج للمسرحيه نتاعو, وحرفيا قال لي انت تو لمين تبارك الله سكسي, نعملوا احلى جيل جديد وكذا وكذا. الحق نتاع ربي والله العظيم, وهذه نعمه نشرب فيها ولا نزيد كلمه ولا حتى شيء. انا وقتها خفت خاطر جو كونيك, قلت كيما قلت قبيله اي نو فروم ذا سكراتش, فما حاجات مختلف فيها انا ولطفي. والاختلاف راه نعمه من عند ربي. لا عادي مالك كيفاش الاختلاف راه نعمه, راه كل كيف كيف. صحيح اكزاكتومون. انا وقتها قلت له لا, قلت له لطفي لا, لانه كانت عندي معناها تحفظات, خاطر كنت نعرف لطفي وين يحب يهز المنشور نتاعو. وانا ما حبيتش خاطر ما حبيتش الصوره هذيك نتاعي انا وبرا سكسي تلصق في النوع هذاك. مع كل احتراماتي للانواع الكل, شنو نسميوه النوع هذاك؟ تسميتكم مسرحي انا راني هنا لا تسمي كل حي. شنو اسمه هي؟ ما عندهاش تسميت, سي ان ستاند اب تو سامبلومون, مي سي ان ستاند اب اوزي. فهمت الاسم اللي تحب سي ان ستا تحب ولا تاكا سي ان ستا اوزي. بعد فما الناس تحب الاوزي, فما الناس ما تحبش, هذيك اختيارات اخرى معناها موضوع اخر. وانا زاده معناها مع لطفي كي ضد من يريد ايقاف عرض بتعلى اخلاقيه والا تعلى مثلا نقدت الامن, كما صار لي في سبيتله نقدت الامن وقفوا لي العرض. عندك حاجه تمشي للقضاء, مش عاجبك كيف كيف. خاطر اليوم اوجوردي معناها لا ليبرتي ديكسبرسيون اي اتانت اون كيلكو سورت اللي هي راهو لا ليبرتي, راهو موضوع, راهو موضوع. خاطر تو سيك تعرف شنو لا ليبرتي ديكسبرسيون اش تعمل؟ لا ليبرتي ديكسبرسيون اوسي دون دروا ا لا ليبرتي دو فونسي. اي سي سا لو بروبليم هنا يلزم اكزاكتومون. اي سي سا هذا عين القانون هو اللي اثر اكزاكتومون. خاطر بكري قلت هذا كلامك ونشاطرك فيه, قلت راهو صحيح عندنا المده هذه طويله حريه لكن تجاوزت ساعات حدها. كي نقول تجاوزت نحكي على لي ريزو سوسيو نحكي, لكن هذا ولا نشوفه على المسرح ولا الناس تدفع تذكره باش تمشي تشوف تستمتع. عامله جو المواطن, راهو عامل جو يبدا شيخ. يعني هو شنو محتاج باش يسمع كيكا يحس انه ذاك يعبر على حاجه يحب يقولها؟ والله يا ذي انا ماذا بيا نسال. يلزم تحليل نفسي اجتماعي. راهو للظاهره, راهو لطفي العبدلي مش يشي كركر العباد من ديارها, هي تجي وتبدا شيخة. هو في العالم راهو نحكي في العالم. احنا تو خاطر جبدنا معناها تيتخ من بعد باش نمشي لك. هو لي سيت بورنوغرافيك سي لي سيت لي بلو فيزيتي او موند, ولي سيت اللي دخلوا اكثر فلوس. معناها قول انت كل ما يحرك الغريزه هذاك هو اللي بتبيع, مش في تونس العنف وغيرها وغيرها حتى في العالم معناها الكل موجوده الحكايه. بعد كل واحد واش يختار, فما عباد تحب تهز عائلتها تتفرج في عمل راقي, فما واحد مع كل راوني جو نو جوج با. لا لا اون جوج با سي تري امبورتون. العباد تفهمني, تحب العباد تسمع, العباد الواعيه تسمع وتفهم. جو بيز مي مو, ومش قاعد نفدلك. اليوم عمري 50 سنه وعندي اكثر من 30 سنه تجربه, راني مانيش قاعد نلعب اوجوردي. جو نو جوج با, مي كل واحد وين يلقى النشوه نتاعو. فما واحد يلقى النشوه نتاعو كي يتفرج في ما نعرف شنو, فما شكون يلقى النشوه نتاعو في الحاجات هذيك. من بعد كل واحد كيفاش يختار. المشكله الصغيره اللي احنا مشكله ما نعرفش كنسميها مشكله, ممكن الاختلاف. الاختلاف انه احنا في دوله عربيه اسلاميه تربينا على حاجات معينه اللي حاجات نتاع الفرنسيس ساعات او الاغلبيه ما تركبش علينا.
فما دي جاك فما دي فان في فرنسا يتعداو خاطر هما يسون اوزي ينجموا يتكلموا كلام زيد من الحزام اللوطة ويتعداو ويتقبلها الفرنساوي. للاسف الشديد في تونس ما نحبش نقول ما يتقبلهاش، اما عندها برشا ناس ضدها برشا 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 بطريقة معناها مهولة. وقاعدين نشوفوا سيغ لي ريزو سوسيو كومون لي جون رياجيس. انا استضفت بعض المسرحيين لهنا سي رو بن يغلان ويظهر لي لا سي مقداد السيديا باش ما نسقطش كلام هذا على ذاك، قال لي هذاك راه مش مسرح وشد صحيح وتعرفه مقداد، قال لا انت تحكي على حاجه ماهيش مسرح واصلا باش امتنع باش يتكلم على نوع هذاك من المسرح. انا نحترم رايه حقه زاد انه يبدا صحيح. انا نحترم رايه، اما بالنسبه لي انا طون كان كوميديان طلع سور سين يقول في اللي يقول مسرح واضح ولا وما نصبرلوش حقه، ومن بعد انت تجوج ومن بعد انت تختار تمشي له ما تمشيلوش موضوع اخر. اما اي انسان طلع هو المسرح الاغريقي اول ما بدا المسرح بدا واحد يحكي واحد يروي في حكايه ويتقمص بعض الشخصيات اللي يرويهم، بدا هكاك المسرح بعد بدا بيكبر بشويه بشويه ولات كما قلت قبيله لي ديبارتمون دو ديكور يا سي دو سويت. اوجوردي طون كو ان كوميديان ان اكتور ان كوميديان يطلع فوق خشبه المسرح وعنده جمهور امامه وقاعد يحكي لهم فهو مسرح، والمسرح انواع وانماط. رو ما نساوش لمين النهدي وما ادراك من لمين النهدي، مكيو زكيه والسكسي بتاع المكيو زكيه، وكنا نحكيو على الاوف اللي هذيك باش تقعد مثال في التاريخ مسرح الكوميدي للفرد الواحد. راهو برشا 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 من الممثلين والمخرجين وقتها عملوا حد حمله ضد لمين النهدي وقالوا هذا ماهوش مسرح، ولكن هاكا ثبت التاريخ انه هذاك مسرح. وبالنسبه لي انا وهذا ديما يقعد راي شخصي مع احتراماتنا المقداد والناس الكل، لا 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 احنا انا جبت اساميهم خاطر كانوا موجودين، دونك فما ممثل وفما بيبليك وفما سان. بالنسبه لي انا مسرح والمسرح انواع وانماط، وهو فانت كونت اللي يلزم زاد اللي يتفرج واعي ماهوش قاصر. وهذا عرض مسرحي تمشي له انت تدفع تذكره تمشي تتفرج، حتى حد لا فرضوا عليك، حتى حد لا جاب سيف هزك هكا نحكي لك حاجه أحكي لك حادثة ممكن لأول مرة باش نحكيها. أنا في مسرح حياتي زميجري كما قلت خدمت باش ما نجوز بعض الحدود، ولكن عندي دغديغات نسميهم أنا دغديغات بكل صراحة في السبيكتاكل متاعي. مرة في المسرح البلدي كومبلي جاوني 8 بنات بالخمار في الصفة الأولانية. أنا كي دخلت سورسين وغزرت للمسرح معبي فرحت كريتهم مك 8 قدام، قلت باش يتقلقوا مك الدغديغات اللي عندي في المسرحيه وخايبه بالنسبه للممثل سورسين يخرجوا له الصفه الاولانيه خاطر كي يخرج من تالي ما يراهوش. اما عبد قام لك من قدام وعمل هذاك الكل مش حلوه مش حلوه، وانت بيدك سورسين تقلقك اون كيلكو سورت. خفت عليك الدغديغات يتقلقوا. انا عندي ميني سكيتش نقول فيه انتوما يا بيبليك دخلتوا توا نحب نحكي على الفرق ما بين المراه والراجل، المراه كيفاش تخزر للراجل والراجل كيفاش يخزر للمراه التونسي سورتو. راني عطيتكم وراه كل واحد عطاني رايه، معناها المراه عطاتني رايها في الراجل والراجل عطاني رايه في المراه، هو باش نعيط للتكنيسيان يعطي باش نقرا لكم نساء شنو قالوا على الرجال والرجال شنو قالوا، هو كله محضر ما عطيتش الاوراق لا حتى شيء، سي دي فان محضرهم. من لي فان فما ورقه خزرت للورقه قلت بون هذه ابارامون اسمها سميره ترانخ نقرا اش قالت، لا لا برجولية دي ما نجمش نقولها، الدنيا مخلطة وفما عائلات في السالة أوزي برشا برجولية اللي قلطوا على رجلها ما نجمش نقولها. الثمانية اللي في الصفة الأولى بالخمار قالوا لي ما علاش جايين كان ما تقولهاش. أي معناها ما واضح ساغزومتو، أنا معناها مش ساغزومتو ساغزومتو فهمت لو بوبليك فريستري جايين باش كيلكو سورت الحاجة اللي لو بوبليك تونيزيان إي تري فريستري. المسرح هو باش يعمل لهم عمليه تصعيد على صحيح. على ما يمكن انه هو يعتمل عليهم. هنا نرجع لك هنا في السياق مانيش باش نطول لك برشا مع على لطفي مي فالي خاطر الرجل زاد حتى هو فنان وماشي ومسافر. باش نرجع لك هنا لليمين لمين المسرحيه الاخرانيه زاد عملت بوليميك عملت بوليميك فوالا وسمعتك وتكلمت في منابر اخرى وحكيت حتى هنا وفي بلايص اخرى، ولكن اليوم باش نتكلم باكثر صراحه ملا نسكت انا وجاوبني اكيد راك عرفت السؤال نتاعي شنو اللي صار نهارتها. بالحق كما قلت فما مؤامره وفما ايادي خفيه هي اللي تثبت في يعني في الانسحابات وفما ان كومبلو. وشكون ضحكني زيد الجزيري قال فيها وعليها، لا قل لي فيها وعليها، قل لي اللي فيها وعليها فيها وعليها قل فيها وعليها وين الصراحه اللي ما قلتهاش ايغ
هذي فريقنا في الديجيتال ركزوا في معانا برشا. شوف ايجا نقول لك الفنان القدير لمين نهدي فلتة من فلتات الزمان، حب من حب وكريها من كريها، ستون بيت دو سين. ما تصورش فما شكون كريها معناتها اسمها لا فما فما نبارة وسيد سيت ميان سون فو دو سا سون فو، ستون بيت دو سين. مش انا قلتها وانا قلتها لاني خدمت معاه 20 سنة سور سين كمخرج سردوك الريشو ليلى على دليلة كمنتج وكممثل، خاطر في الزمكري اون شانجي دو رول، هو اللي مخرج وانا دونك نعرف العبد شنو. من بعد فما اختيارات فنيه، الاختيار الفني هذا الاخير نتاع نموت عليك هو اختيار ينتمي الى نوع المونودرام اكثر من الون مان شو، ماده الضحك فيه اقل بكثير من سردوك الريش ولا ليلى على دليلة ولا المكيوزاكي، ولكن عمل دسم ويخاطب العقول وفيه ما يتقال على مستوى الكتابة، على مستوى سينوغراف، على الدراماتورجيا مش سينوغراف، دراماتورجيا افيك كلكان كي ميتريز لا سين اي سي تري تري امبورطون. وتحية الفنان لمين نهدي اللي في عمر 73 سنة وجردوي يطلع سور سين يعمل ساعة و40 دقيقة دون انقطاع، وهذا مش موجود في العالم. ليزيكزيرسيس تاع المسرح شوف في العالم، في العالم سامحني راه ما نعرفش نقول في العالم وجردوي كان المسيت في العالم ممثل يطلع يعمل عمره 73 سنة يعمل ساعة و40 دقيقة سور سين وحده يعطيوني اسم اكهو. هذه حاجة. دونك النمط والنوعية متاع المسرحية هذه كما قلت لك هو ينتمي أكثر للمونودرام من الون منشو كوميك متاع الحفلة والجو. وبعد اللي صار في كارتاج سيكو فما بعض الحاجات اللي ركبت عليها الناس أخرى من بعد. أعطينا من بعض الحاجات صحيح شوف من بعض الحاجات، من بعض الحاجات وهذه اختيارات فنية وهذه رأيي الشخصي كمحترف ومش نجرد روحي من أني ابن من نادي. جمهور كارتاج ليس جمهور المسرح البلدي، جمهور كارتاج ليس جمهور تياتر دو باري ولا شاتلي ولا ولا اللي هو جمهور كارتاج يرمها عاري ولبس، جمهور كارتاج يجيك بشلاكه من البحر، جمهور كارتاج يجيب لك القلوب، جمهور كارتاج يجي عائله كامله، جمهور كارتاج يسد بلاد، جمهور كارتاج يجيك في الترا، يجيك في الكار، يجيك في البيس، ساعات يجيو الكارتاج وما يعرفوش شنو العرض صحيح، ويجيو في مرسيدس ويجيو مخلط في الماء وفما لانتلو وفما لوشانتلو وكاسي دي سويت. وهذيك الحلاوه نتاعو والعامين اللي تسكرت هذيا العباد ايزون بوزوان تنفيسه، يحبوا على الفيستا. معناه اللي صار لهنا على خاطر ما لقاوش التنفيسة ولا خاطرها مؤامرة؟ نحبوا اي انا مش نعطيك راه تقييمي، نجم نكون زاد فيه وعليه قالوا كان فما شكون انا اللي ريتو خاطر كنت حاضر. اي فما عباد جات كي تقول لمين نادي كيما صار له شويه في مسرحيه عرب اللي هي الكل تراجيديا نعرف ما فيهاش كوميك، برشا ناس في لاباريسيون الاولى نتاع لمين في المسرحيه ماتوا بالضحك، وبعد وين الضحك يا سي لمين؟ بون مسرحيه كبيره العباد هبلت على البرفورمانس نتاع التراجيديا نتاع لمين نادي اكزاكتومون. فما خيبه امل صغيره من بعض من الجمهور اللي جاء على اساس لمين نادي اللي من الاول للاخر جاي باش بالضحك لقى مسرحيه من نوع المونودرام فيها كلكو مومون سمباتيك كلكو مومون يضحك، ولكن نوع هذا راهو صعيب زاد كذلك برشا من نوع المونودرام. دونك فما بعض الناس اللي نحترم رايهم خاطر جيوني دي كومونتير نتاع الناس تحلل ندخل معاهم في نقاش عادي، اما كلنا نتاع وفيه وش الدار وجو هذاك ما نحكيش معاهم وما ندورش بهم وما نجبدوش عليهم بربي ماذا بينا عليه على خاطر اللي يقول لك هذاك كبر يش الدار وذاك ما نعرف شنو وليت شي تو الكبر معناها شتيمه ولا ما نحكيوش عليهم بربي ما نحكيوش عليهم. خلينا نحكي على التحليل الفني باش نجم نتعمق معاك في حياتك. دونك التحليل الفني كان كيما قلت لك من اول فما عباد معناها للاسف ما نحترم رايهم كيما عباد قعدت للاخر راهو ما نساوش اللي خرجوا كان 20% كاو فما 80% من المسرح قعد على 10000 فما 8000 قعدوا للاخر يصفقوا ال 20% هذوك فيهم هاني قلت لك فيهم اللي بوتيتر فما نيه مبيته مش مفودو سا، اما يهموني العباد يعطوهم رايهم واللي قالوا لي مع كل احتراماتنا لمين ويقعد ديما ولكن الاختيار الفني احلى ما تمشي، حبينا نضحكوا حبينا نشوفوا من بعد فما عباد ركبت على هكا ثلاثه ناس. انا هنا باش نسال على معلومه، سمعت بعد العرض اون فان كونت معناها ماهوش لمين اللي كتب النص، ماهوش لمين اللي اخرج معناها هو ظهر البيرفورمانس نتاعو كفنان. لا لي دو سون ريسبونسابل سور لو شوا اما وي مع بعضهم اكيد تناقشوا، لكن كي نعرف انه مثلا سي المنصف ذويب قال اين باش نراجعوا في حاجات في النص وغيره، علاش حس انه فما بعض الاشياء يلزمها تتبدل باش المسرحيه يكون عندها صدى؟
خاطر قال باش نبدا. انا حسيت اعتراف ضمني انه فما النص نتاع منصف ذويب ماهوش منصف ذويب نتاع المكي وزكيه، ماهوش منصف ذويب نتاع التلفزيجيه. هو اعترف بذات نفسه قال باش نغير فيه شويه النص. علاش هو السؤال هذا ينجم يتطرح على منصف ذويب ديريكت؟ ما حكيته معاه هذا. لا شوف ايش اقول لك حاجه باش نحطوا الامور في كل واحد كل حاجه في بلاصتها. انا راني مانيش طرف في العمل هذا جمله. لا نعرف اما لا نستغلك انت موجود اي اما انا والوالد ومصر تعرفوا ولا تحكيوا مع بعضكم يعني ماشي فانس خير. باش نعطيك حاجات راه ما عطيتها لحد حد. اهلي بالحق نحكي وراني امتنعت الحكايه قداش عندها تو. ايوه عندها مده. انا امتنعت باش نعطي تصاريح وباش نحكي حكيت شويه من اللون ومن بعد جبت روح كلموني كلموني قلت لهم ما عادش نحكي في الموضوع. انا جوغ ايمي ان العمل هذا يكون فيه منصف ذويب كاتب لمين النهدي ممثل ومحمد علي النهدي مخرج. وها باش نقول حاجه اخرى، لو كان جيت انا مخرج ما يصيرش اللي صار في كرتاج داكوغ، لخاطرني انا 20 سنه فهمت الدومين هذايا من جوانبه الكل من داخل ومن برا كومون سا سباس. وهاك علاش ما صارش في سردوك الريش، وهاك علاش ما صارش في ليلة على دليلة، لأني أنا حتى العرض كارتاج نذكر في ليلة على دليلة سور لو بلون سينوغرافي اي لوميير دخلت في نقاش وجدال فني مع الوالد وقلت له إنون إي با كيستيون نقدم العرض ليلة على دليلة كما نقدمه في المسرح البلدي او موان سور لو بلون استيتيك. شيء هذا ما صارش. كي قلت لك من الاول ونحكيه في اول حوار نتاعنا قلت لك اليوم المتفرج راهو يحب الحواس نتاعو يحب يراه يحب يشوف يحب يسمع يحب يشطح كان الزم ولا مين قابل. علاش قلت لك من بيت دوسان كيفاش ما استغلش لمين انا في الغناء كيفاش ما استغلش والعبيد لمين عنده صوت ويغني الغناء الكافي البيع ويموتوا على الغناء نتاع لمين خاطر يجيبوا الصحيح. انا بيرسونيلمون جو نو با ما نجمش ندخل في عمل مع لمين النادي وما نستغلش حاجات من النوع هذا. ما نجمش ندخل في عمل انا شخصيا راهو مع كل احتراماتي المنصف ذي بكل شيء ندخل في عمل مع لمين النادي وما يبداش العمل اللي يضحك من الاول للاخر. ما انا جو نو با فواغ هو راهو الباهي لهنا كي نحكيو معناها بموضوعيه موضوعيه بحرفيه موضوعية كبيره انه ما يسالش محمد علي حتى ناخذوا العمل ونحلوه ونشوفوا وين الثغره وكما يعطيك الصحه قلت له كانت عملت هذه لو كانت عملت هذه ما ينجم كان يزيد يطور خاطر حسينا انه مين نجم يعطي مخير وهو متقبل متقبل ومازلت عنده البيرفورمانس وربي يشد له في الحمد لله خير من خير من ديجون نتاع ديزيتا exactly. خليني واحنا نحكيو على لمين النادي ويزينا مع الحكايه هذيا واللي عجبه العرض شاف واللي ما عجبوش كذا والمسرحيه تطور نفسها هي قاعده تعمل في المسرحيه سامحني في غابيدمون المسرحيه قاعده وحدها تعمل في اون سيليكسيون دو سبيكتاتور وحدها قاعده توا مشيت الاكثر للمتفرجين اللي جايين يحبوا يخمموا اللي حكينا عليها الثانية اللي تخرج تخمم في اللحظة. خلينا تو نرجعوا لمحمد علي النهدي ابن لمين النهدي نحكيو على ألان دولون ولد ألان دولون خوليو سي با ان تري بون اكزومبل لا نحكيو على أبناء النجوم هذوما مانيش اون جوج با لا كاليتي لا والله نحكيو على رامي ومحمد إمام ولاد صحيح عادل إمام هنا لا في مصر كلهم أبناء وأحفاد أحفاد ومحمود ياسين وولدو كلهم وانتي تعرف أكثر مني لهنا هنا باش نجيك سوغ لو بلون بسيكولوجيك كيف نشوف محمد علي تعيش في جلباب لمين نهدي خليني مش بالمعنى السطحي راهو فما اللي البول معروف مثله عقده يحب يخرج منها ويحب يتمرد عليها ويعمل توتا في لو كونترير انت ماك معروف وهكا وعندنا في المثال الاولاني اللي انت قلت لي ليه مش كيف على ألان دولون هكيك وفما اللي بالعكس البو هذاك هو الحاضنه نتاع الوليد به هو غادي يكبر وغادي يواصل وفما اللي معترف بالحاضنه هذيا وحاططها على راسه اما يقول لك يلزمني نخرج منها حتى انا ونعمل لونتيتي نتاعي على انا عملت مصطلح متداول وكل الحكايات نتاع المسلسل تعرفها انت يا مايا عجبني انت وين ترى روحك انا بكري تسمع بارح في التليفون تقول لمين اليوم تحكي على لمين انت اول ما حليت عينيك مع لمين في المسرح لمين فيك محمد علي شنو هي ولا تحب تقطع الحبل السري كيما نقولوا اون شويزي با نو بارون مي كان يعاود اليوم يعطيوني حريه الاختيار نختار لمين نادي بابا بالحلو والمر نتاعو
لانه كوم انا جي سوبي لو شوا بروفيسيونيل دو مون بير mes enfants subissent aussi le choix de mon métier c'est très difficile j'ai connu des moments très très difficiles dans ma jeunesse tu عرفها في البسيكولوجي يقول لك عقده الاب وحنا تو لو بير وجو هذاك الكل انا نحكي لك انا ابعد منك خاصه لو بير معناه لهنا بالمعنى الفيزيائي انا نحب نحكي لك ابعد من هذاك خاطر انت رجعت بيا بالتوالي خاطر السؤال هذا كان ممكن تسالي 20 عام تالي ما انا ما عنديش برنامج وقتها انا لا خاطر تجوزت وحكيت عليها في الموضوع هذا وانا كي تشوف باغ اكزومبل بروفيسيونيلمون في خدمتي كلها ملي بديت نخدم اول عمل معناها حرفي ما نحبش نحكي على البيتي تشوز اللي هو كان مع المسرح الوطني باداره الاستاذ محمد دريس ربي يشفيه ويطول في عمره جافي سيزون من 16 سنه لتو عمري 50 سنه عندي 34 سنه في الدومين هذا ما بين قرايه وخدمه كل شيء كي تشوف لو نومبر دو بروجي اللي خدمتهم مع بابا يجيو بتيت 3 ولا 4% من الخدم اللي خدمتهم في حياتي الكل فهمت كممثل ولا كمخرج ولا ك معناها تو معناها لمين تحياتنا ليه واكيد يسمع فينا لمين يرافيك لمين الصغيره لا با دي تو مختلفين على الاخر حتى كي طلعت سور لو وان مان شو نتاعي مثلا حتى كي طلعت يورسين ما عندنا حتى علاقه ببعضنا لا في الانرجي لا في الستيل تو بار اكزومبل برشا يقولوا العربي المازني اللي هو يشبه برشا اليمين في التمثيل الوغ كو انا كومبليتمون معناها جو سوي كم معناها كي طلعت انا سور سين معناها حطيت لمين اكزومبل في الحرفيه في الخدمه في الحرث في برشا حاجات في البروفيسيوناليزم في الجو هذاك الكل اما جامي كان قلدت ولا سكتشوات ولا سي مانيير ولا انسي دو سويت ومن بعد اوجوردي سي موا كي سي موا لا لوكوموتيف اوجوردي معناها مع بابا سي موا لا لوكوموتيف خاطر انا معناها كنت مخرج مع اليمين في المسرح وشريكتي هي الواحد في الفيلم تاع الاخرين انا الاخراني معز انا اللي عيطت لامين اجوردي جي دو بروجي نتاعي انا فيهم الوالد لامين نهدي دونك تجوزنا شيء هذا اما هذا هو وهذا كل. وهذا لاحظته انا في الفيلم الاخراني معز الطريق الاسود الطريق الاسود يعطيك الصحه مع اكرم ماج فما حاجه ممكن انا منخزر للقوصول والاخراني فما حاجه الفيلم دوتور تنجم نشوفوك في دي فيلم دوتور هو سي فيلم دوتور ايفيكتيفمون معناها يبدا كامل مش لك معناتها مش لي باساج صغار نتاع لي بيتي دوكيومونتير خاطر ان فيلم دوتور سي ان شوار هو اختيار اللي هو بالاخص مع المنصات توا ومع العالم وكطبيعه الصوره وكانت صوره مزيانه برشا ماشي في الاتجاه هذايا معناها بعيد على الافلام توسكي كوميرسيال نحبوا هو الفيلم تاعي تسمى ان فيلم دوتور خاطر جو سوي لوتور دو فيلم جو سوي لو برودكتور دو فيلم جو سوي لو رياليزاتور دو فيلم مانيش بعيده اي جو جو دودون في وسط وكان شالنج كبير برشا وصعيب برشا الحمد لله اللي الفيلم هذا راه النور على عكس ما يتصوروا برشا من الناس بربي خمسين نوضح ساعات واحد انت تو سون اوبليجي دو ديسوندر انت محمد انت باش تحكي على حاجات انا ما نجمش نكون نعرفها اكثر منك ولا هذاك على ما نجمش نطرح لك اللي تلقى روحك فما اي ميساج باش توصل ولا اون ريبونس على حاجه طرحت عليك اليزي معناتها لا فما بعض الناس مازالت كمان هكا خاطر بوك وفي الدومين اي فوالا باش تقعد هو انا راه الصعوبات اللي لقيتها ما لقى حتى حد ما عنده حتى حد في الدومين انا بار اكزومبل هاني قلت لك معناها تو الصندوق الاسود اللي كان ولا معز البودي تونيل خمسة سنين راه متعذبين راه طريقه سوداء صورت دو بيلوت لعمنا ولا حنا بعل انستو حنا بعل ما خذيتو حتى قناه رغم الجوده نتاعو راهو معناها البيبان اللي مسكره في وجهي حاجه غريبه جدا غريبه غرابه عجيبه ما تلقالهاش تفسير تو انا كاوتونك كوميديان وطنك كوميديان عملت فماش دور عملته ما نجحش بطولة أو ثانوي في تونس وخارج تونس أنا خدمت مع جون جاك أنو وما أدرك مع جون جاك أنو في فيلم بلاك جولد مع أنطونيو باندرس مي سيكونس إتي أفيك أنطونيو باندرس كي كملت الخدمة جون جاك أنو قال لي توي لو كوميديان تونيزيان كي ما امبرسيوني لو بلوس معناها خدمت مع كل المخرج مش كل لا مي العديد من المخرجين التوانسة توت جينيراسيون كونفوندو مو هذيك اللذة عاد الجربي فما ان ديفي باش انت تقعد تتكلم وتسترجعها بكل لذة من الاول صعوبة اما بعد تولي ان بليزير تولي تفركس على شنيا الحاجات اللي لا لا اون غراند كيستيون كي سوبوز ça fait mal un peu dans le sens اللي برشا عباد توقفك ولا تكلمك ولا تقول لك بربي وينك يا محمد علي في التلفزه pourquoi on vous voit pas lui في لي رول برينسيبال يا حسره على عوده المنيار ولد الناس نعوره الهواء ادوار مهمه
شبيك ما نراوكش جمله في المسلسلات تاع الحوار التونسي. يا اخي عندك مشكله مع الحوار التونسي؟ نقول لهم علاش بالحق، نقول لهم ما عنديش حتى مشكله مع الحوار التونسي، او كونترير سي بارك الله فيهم. عطوني سؤال عليه بالحق مراو ما نعرفش ما نعرفش راهو اللي نشوف فيهم في الحوار التونسي يمثلوا بالكدا، اما ديما نفس نفس العباد ما نعرفش عن زوز ما هذا ساعات ندخل بعض نقول يا اخي مش هذا شفته، ما عندي حتى ادنى هما داروا باهيين ومبدعين وما عندي منقول، ما عندي حتى ادنى فكره وما عنديش مشاكل معاهم، او كونترير معناها فقت لي برشا عباد دخلت فيهم. انا كنت نرجع لكلمتك، قلت لي انا يلزمنا هنا في تونس انت تفرض روحك. أوي. افرض روحك الحمد لله وكمل هكا. لا الحمد لله انا جد علاش قلت لك اذا كان ما تخوش انت بزمام الامور دون مانيير جينيرال ما تخدمش. احنا الحمد لله انا جو سوي ميتر دو مي زوفر، عملت فيلم فاتوم تبارك الله خذ جوائز عالميه ودار، بعد عملت فيلم معز كيف كيف جوله عالميه والفيلم ضارب والحمد لله، وبلاتفورم تري تري بيانتو ان شاء الله. عندي دو بروجي اخرين معناها جايين، بروجي مسرحي وبروجي نتاع فيلم، وهاو باش نعطيك سكوب. نعطيك سكوب ولا والله ماذا بيا من بكري نحفي بيلي حبيت نخدم بسكوب، اما هاتوا نعاودوا نخدموا 100 مرتين ثلاثه، ما تقوليش على حاجه جديده. مازلت كي كملت الى جانب فيلم تريزيام راوند اللي خديت عليه دعم، واللي ان شاء الله باش ندخلوا في البري بريباراسيون بيانتو، هو فكره محمد علي النهدي، سيناريو صوفيا حواس نجلها التحيه. الروندا 13 الروندا 13 راوند 13 الروندا 13 يحكي على اكس بوكسور. فوالا اكس بوكسور قصه، دور البطوله باش يكون محمد علي النهدي وممثله اخرى معروفه عربيا ما نجمش نحب نقول اسمها توا. قول الاسم الحرف تاع الاسم وحرف بعد تقول لي شنو بعد بعد ليميسيون اون فيغا كان خليها لك انت. لا 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 مازلت كي كملت كتابه فيلم كتابه فيلم داكور هولد اب على تونيزيان في ثلاثه ممثلين محمد علي النادي لطفي العبدلي ومحمد علي بن جمعة. ممتاز. وي باش نشرع حكيت مادام قلتهم وبكل اريحيه حكيت مع لطفي وليد خوك، حكيت مع لطفي معناها وموافقين وباش تبداو فيه ان شاء الله. انا سكوب مازال حتى حد ما في باله ما نتصور انهم احنا كنا راهو لي زانسيبارابل راهو. اي ما نعرف ان شاء الله نرجعوا ما يسالش. انا جربت شوف الحمد لله تخلط سيغتا مومون من عمرك اذا كان ما تتغيرش وما تبدلش سي كو تو ا بيردو 30 ans de ta vie ولا 40 ans de ta vie. aujourd'hui الدنيا فيها موت. انا راهو سفيان الشاعري قاعدين نخسروا في بعضنا حاتم الربح، ندمت اللي ما خدمتش معاه خدمه اخرى بعد ولد الناس وبعد وبعد عايشوا شكسبير معناها مسرحيه عايش شكسبير، تمنيت انه مازال موجود نعاودوا نخدمه اخرى. نهار اخر ما تعرفش انا حد اخر ينجم يتوفى ونقول خساره ما رجعنيش لبعضنا وما عملناش خدمه اخرى. دونك جي بخي لينيسياتيف كتبت فيلم اسمه اولد اوب على تونيزيان في ثلاثه اشخاص هما اللي باش يقوموا بالاولد اوب هذايا بيان سور فما حكايه كامله اللي هما انا ولطفي ومحمد علي بن جمعة. ان شاء الله هكا باش نقعدوا نتبعوه والعباد اكيد سمعتك توا باش تولي فما متابعات وباش يسالوا الاطراف الاخرى، وقداش نتمنى بالحق نشوفوا خاطر الاسامي هذيا بالحق رغم اللي صار، اما ما نتصورش ان المشهد ياخذوا من الاسامي الكمام اللي موجوده فيه. لا فيلم ان شاء الله كما ريت انت ما كريت انت معز ولا؟ اي طبعا صحيت ريت لا تكنيك وجو اي لا لا ما مخدوم ان شاء الله تقنية تقنيا في مستوى صحيح. عالمي وجدير انه يكون في المنصه خاطر حتى لافيش ما لافيش تفهم كل هكا اي لو فاس فاس لو فاس فاس. اسمع معايا هذه الساعه وتو نرجع بيفضلها عايشك وربي يشفيها وخليتك هكا ساكت وتخمم ونسمه الكافيه سعاد محاسن ايكون تونيزيان
انا زيد نحب نقول سكوب اللي انت قلته لي. صحيح. مش على خاطرك، على خاطرها هي. دبر راسك تتغشش ولا ما تتغشش؟ لا بالعكس، انه محمد علي النهدي باش يعمل تكريم ان شاء الله العام الجاي كان حينا ربي بدعم بقدرة ربي من وزارة الثقافة لسعاد محاسن، وباش يجيو فيه كل الفنانين اللي انت تختارهم واللي هما معناها تغنوا لها بالاغاني نتاعها باش يكرموها في حياتها، لانه سعاد مدام سعاد مازالت حية تحس بالمحبة الناس ليها. كلمة لسعاد محاسن، وسعاد محاسن في ساعة تشبه لها انت. احنا قسمنا انا شبه لامي ووليدي شبه لامين، والله الاثنين فما خلطة باهية تشبه لها. وبكري حكيت الحكاية سكت، انا بدي ام وقلت في المسرح هي تمثل واحنا معناها راجعين تو رجعنا مرة أخرى الموسيقى والضوء الأحمر باش دخلوني بعد خاطرنا منسجمة مع المجموعة. قل لي محمد علي، ايش خليت فيك سعاد محاسن؟ واش مازالت تعطيك رغم المرض نتاعها؟ بون هي صعيبه، لكن اجوردي جو فو تيتر بوزيتيف، هذيك حكم ربي اكيد. انا قد ما نعمل وديما تظهر لي شويه، معناها نحس روحي ديما كاني ناقص الحق نتاع ربي، معناها متقلق، معناها رغم اللي قاعد نعمل، معناها فهمت، ولكن في الليل كي نحط راسي على المخده نحس روحي كاينه فما حاجه ناقصه، ما نعرفش حاسيلو فما تحس ديما ما واحد تجاه والدي ديما يحس بالذنب. تي نبدا راقد ونقول امي راقده توا كيما كانت هي قبل، تقول كنت في الغربه ساعات تكلمني خاطر امي ميخبول شتي بريز وقت تذكر عام 95 و96 برد مواصيت مهندس كلمني تقول لي من تغطي بالكدا غطي روحك، فهمت توا كيف رجعت لي انا نبدا ساعات راقد نقول زعما امي توا راقده زعما قلبتشي زعما فهمت متحير عليها، حتى كي نسافر ونمشي وكل شيء نبدا ديما متحير وتليفونات ونسي دو سويت. دونك مانيش باش نقعد نحكي برشا، هذه حكم ربي عندها الزهايمر ستاد افونسي، احنا نحاولوا باش نكونوا بجنبها لو ماكسيموم، نمسها نعنقها نبوسها نشد لها يدها وكاو. دونك توا على السكوب اللي قلته، دونك باش نقدم ملف وزاره الثقافه ان شاء الله، واذا لذي اقل حاجه نجم نعملوها انه نعمل عرض ان شاء الله في الشتاء في المسرح البلدي، الكيف تغني سعاد محاسن وفي الصيف ان شاء الله في كارتاج كيفش قدم ملف كارتاج تغني سعاد محاسن اوماج لها هي، وباش يكون بتبيعه مش اوماج بركه، معناها اوماج اما ان تري غران سبيكتاكل في العديد من الفنانين اللي ديجا خرجت هكا شويه الانفو برشا برشا كلموني هكا على سبيل والله الذكر مش الحاصر، برشا كلموني قالوا لي احنا هما يحبوا، برشا قالوا لي احنا معاك ويحبوا ويساندوا، ايمان شريف لطيفة العرفاوي محمد جبالي راه مازلت ما خرجتش الانفو بالحق، مازلت فريمون سي اونتر دي كوبان، معناها فهمت رانا معاك في المشروع هذايا، ونصور انه برشا، وباش يكون عرض بالحق مش جوست اوماج، باش يكون عرض بالحق في سينوغرافي وفي ميزون سين وفي خدمه يكون اللي ما خاطر سعاد محاسن هي بطبيعتها كانت تعمل عروض في المستوى هذا، كيما نعرف الدقه والبروفيشناليزم نتاع امي، معناها نعرفها كيفاش تبدا بتبت على لو ديتاي دي ديتاي بالضبط وفي اللباس وفي exactly يعني يكون لا بريزونس سور سين، والكل باش يكون فيه زادة شويه تمثيل، باش يكون فيه شويه بروجيكسيون من ان دوكيومونتير عملته امي عام 70 في الكيف، عملوا سيل مكشر وقت اللي جاي من فرنسا وحب يعمل 3 بورتري 5 بورتري نتاع 5 نساء في تونس، اول بيلوت ميدسان عمل دوكيومونتير هذي على الوالده، دونك باش يكون توت ان سبيكتاكل فيه التمثيل وفيه لا فيديو وبيان سور فيه الاغناء. فوالا ان شاء الله كيما قلت لك ان شاء الله باش يكون عرض اول في المسرح البلدي، ومن بعد نقدموا ان دوسي دان غران سبيكتاكل ان شاء الله في كارتاج ان شاء الله يا ربي ويرى النور. نمشيو نسمعوا الاعلان وبعد ايش نرجعوا في اخر 3 دقائق من البرنامج. مرحبا مع سلوى بن نعمان بسيس على اي اف ام احلى راديو. نرجعوا في الدقيقتين، حبينا نعمل لك مفاجأة بالتليفون باش نطرح سؤال، اما هكا على الطاير الحقيقه كنت ناوي نكلم رحمه في التليفون اما ما تهزش، شوف اش بيها.
ولا حابة تطلبك يا رحمة، نطلب فيك راني سلوى من اللي يفهم هاكا. معناه هو كان هكا موضوع باش نختم به. شنو رايك محمد علي في الحاجات الجديده اللي قاعدين نشوفوا فيها سوغ انستغرام وفيسبوك، واحنا صحيح هذه جينيراسيون احنا ما تولدناش بها، انا براتيكمون لو ميم اج انا وياك، لكن حاجه جديده كنكتشفوها ونتعاملوا معاها ونحاولوا نوظفوا فيها، انه المشاهير هذوما انتوما سورتو لي زاكتور ولا المغنيين لي زارتي فوالا في المجال الفني اكثر شيء، عرض حياتهم الشخصيه للعموم، ديكوب اللي يمشيو وفما لغو. شنو رايك في السلوك الجديد هذيا اللي قبل كنا نحطوا تصورنا في البوم مسكرين عليه في بيت النوم نوريوه، كان كي توا وليت كل شيء محمد نقبلوه نرفضوه. انت ورحمة تعرفتوا شويه الحكايه هكا ومن بعد ما عادش راكم سي، كانكم خديتوا قرار سي بون يزي من لي ريزو سوسيو. والله يزي لي اما بحذر، يزي من عرض الحياه الشخصيه ومش يزي. والله انا رحمه ساعات نقول لها يا رحمه برجوليه معناها تيلي رياليتي راه باش تولي، والله قلت لها باش تولي تيلي رياليتي في الدار، ما عادش هي رحمة أكثر مني أنا شغلي، أما رحمة بيدا الحمد لله معناها دان سارتان نيفو أوسي، سي تري امبورتون أنو نيفو يكون موجود، من بعد أنا يدولي تدخل في الحرية الشخصية وكل واحد كيفاش يرى، أنا فما حاجات من ساعات من عباد أخرى ما جوغي با إيمي فواغ حاجات من نوع هذاك. كيما شنو ماني ما فهمتش. ما نعرفش فما دي كونفلي ساعات ما بين كيلكو سيليبريتي، باش ما نقولش دي زارتيست قلت كيلكو سيليبريتي. ما وعلاش قلت لك هكا؟ أنا معناها هكا كنا نشوفوا لي ريزو سوسيو بيان سور، عادي جدا أنه حتى رحمة تغشت برشا وقتها على الحملة اللي عليك أنت وكيفاش تجري وسبور ونحس هكا تفلقيطة هذيك معناها قامت تصيح المرأة، ومن بعد يظهر لي بديتوا تقتنعوا انه يلزم تكون تحت الضوء لكن من غير كشف خصوصيات الحياه الشخصيه. اخيرا انا قلت لك افيك دي ليميت، افيك دي ليميت. انا حبيت نطرح معها بعض الاسئله، لا ما نجمش نطرحهم لك انت، ما نجم كان هي باش تختم محمد علي مهدي. حبيتها شويه عائليه راهو الحكايه هذاك عليه، لا لا مسيش افيك ما فهم حتى مشكل باش نخدم كان بالتمنيات الخير للبلاد هذيا، نحبوها البلاد هذيا بهاها وخايبها، نحبوا بعضنا، نمدوا ايدينا لبعضنا، نقدروا بعضنا، نحترموا بعضنا، حقنا في الاختلاف، نجموا نختلفوا في الاراء، نجموا نختلفوا في العديد من الاشياء، اما نقعدوا ديما بالقدر ونحاولوا نبداو نبنيوا من الدار بشوي بشوي، لانه الهدم ندخل حتى شوي في السياسه اسهل حاجه هو الهدم، اما البناء على قاعده صحيحه هو اللي صعيب، ونستناو من قيس سعيد تو البناء ويبدا لنا بك القنطره برسمك اللي مقابله المطار راهي فضيحه في وجوهنا، وجه البلاد وضيحه في وجوهنا، حطوها اون بريوريتي ومن بعد نبداو نبنيو، نبداو المشاريع. نحب نسمع يزيني من كومبلوات وعصابات وكل من حل العصابه الفلانيه، نحب نبدا نسمع اليوم في الاخبار انه فما مشاريع قاعده تصير في تونس، انه فما استثمار داخلي وخارجي للبلاد هذيا، انه فما مشاريع بالحق مش كما قال لمين في المسرحيه نتاعو الاخيره حطوا الحجر الاساس ومشاو. فهمت؟ دونك نحبوا نراو مشاريع، نحبوا نراو الناس تخدم، نحبوا نراو المواطن التونسي البسيط متفرهد لاقي حقوقه وقايم واجباته. وديما نقول الفنان راهو مهمته اصعب من السياسيين، خاطر يبني في النفسيه. تحبهم كلكم تو طلعت لنا البار برشا، اش قاولك وصفوا للصبر ماني فيك بها نختمو. ميرسي بوكو محمد علي، تحياتي عايشك. ربي فضلك الوالده، تحياتنا لو غون لامين للعائله الكل، مرحبا ونلتقي ان شاء الله. شكرا بسلامه، نهار السبت الجاي ان شاء الله ما نكونوش ساعه كنا ثقال ظل عليكم، نتلاقاو السبت الجاي على سلامه. كنتم معايا انا سلوى بن عمان، ان شاء الله نهاركم طيب بالصحه والسلامه.